بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خبر جديد متعلق برفع مدة التكوين في نظام الألمدي، حيث سوف أقرأ لكم سماعكم في هذا مورد في هذا الموضوع الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو منقول لكم من موقع النهار، حيث قال المدير التكوين والتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور جمال بقزطة أن هناك مقترحا لرفع سنوات التكوين في الليسانس من 3 إلى 4 سنوات، وكشفت ذات المسؤول في تصريحات للإذاعة الجزائرية عن مقترح لإصلاح شامل لنظام الألمدي يتضمن رفع سنوات التكوين في الليسانس من 3 إلى 4 سنوات مثل ما كان معمولا به في النظام الكلاسيكي. وأضاف بقزطة أن نظام الألمدي قابل للتحسين باستمرار، ومؤكدا أن مصالحه الوزارية تحاول إظهار جوانب القوة التي ظهرت فيه، لا سيما في مجال انفتاحه على المجال الاقتصادي والاجتماعي. وتابع ذات المسؤول: نسعى الآن لتكون الجامعة اليوم جامعة مواطنة تستجيب لانشغالات محيطها، وهذه الاستجابة تتطلب المرئية، وبالتالي نحن نعمل على تحسين المرئية من الجانب الداخلي والخارجي. وذكر بقزطة أن الجامعة الجزائرية كانت ضمن تعهدات رئيس الجمهورية الأربعة وخمسين، وقال إنه يتعلق ب9 التزامات. يسعى قطاع التعليم العالي إلى تسجيلها ضمن برنامج عمل الحكومة، وأكد بقزطة أن القطاع يسعى إلى إضفاء بعد ثالث للجامعة وهو البعد الاقتصادي، وذلك من خلال جعل الجامعة مساهمة في خلق الثروة وخلق مناصب الشغل. ومن جهة أخرى قال مدير التكوين والتعليم العالي أنه تم إنشاء قطب جامعي يتكفل بمسألة تحلية مياه البحر، وتم تدعيمه بقطب آخر مختص في استعمال المياه المستعملة لأغراض السقي والصناعة. هذا مورد في هذا الموضوع الذي سوف أضعكم رابطه كما ذكرت أسفل الفيديو. وطبعا هناك بالنسبة للحوصلة لهذا الموضوع، هناك مقترحات لزيادة عدد السنوات الخاصة بالألمدية الخاصة بالليسانس، طبعا تصبح 4 سنوات بدلا من 3 سنوات. أرجو أن يستفيد الجميع، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.